بهدف توسيع دائرة حزب الاتحاد الوطني للتنمية والتجديد أويندار بمختلف الدوائر، نصبت اللجنة الولائية للحزب بمدينة أنجمينا اللجان الفرعية لها بعدد من حارات الدائرة السابعة، وهي حارة شقوة، أبينا، أمتكون، بوتالبقرة، كمدا، قاسي، الدينو، وسجيتي. وأن تنصيب هذه المكاتب يدخل في إطار توجيهات الحزب نحو المشاركة في المراحل الانتخابية المقبلة، لتكون للحزب قاعدة جماهيرية كبيرة من أجل المنافسة في العملية السياسية. هذا وفق ما أكده رئيس اللجنة الولائية للحزب بيسبا تونغرا. بدوره رئيس اللجنة التنفيذية للحزب لارين باو أكد هو الآخر عزم الحزب للمضي قدما نحو تحقيق مكاسب سياسية، ودعا باو جميع ممثلي المكاتب التي تم تنصيبها إلى العمل بجدية من أجل القيام بتوعية مناضلي الحزب بأهمية الفترة القادمة لرفع راية الحزب والعمل على تقديم المزيد من الدعم والمساندة للحزب من أجل أن يلعب دوره كما ينبغي.